بمناسبه بقى الجوائز خلينا نروح لحاجه تانية. بس هنا نجم نادي برشلونه الدولي الاسباني الشاب بادري اللي توج بجائزه الفتى الذهبي لعام 2021 تقدمها صحيفه توتو سبورت الايطاليه لافضل لاعب في اوروبا ده تحت سن 21 سنه. وهو لاعب مميز جدا واداؤه رائع جدا كان تحديدا كمان مع نادي برشلونه في موسم بنتكلم 2020 2021، وهو ساهم كمان في وصول منتخب اسبانيا لنصف نهائي يورو 2020 بالاضافه لتتويجه بالميداليه الفضيه مع المنتخب الاولمبي الاسباني في اولمبياد طوكيو الماضيه. وبعد او بعد الجائزه كمان دي يعني فريق برشلونه كمان هنأه وكانوا سعداء جدا بيه ونشر تغريده عبر حسابه على تويتر قال كده بادري بيفوز بجائزه الفتى الذهبي تهانينا تهنوا نفسهم يعني. ف مستقبله ان شاء الله يبقى برده كويس. هو لاعب فعلا متالق جدا وصغير فقدامه لسه مستقبل طويل اكيد.